بالنسبه للثمن ديال العسل، كل عسل الثمن ديالو، يعني الدغموس تيدير تقريبا 250 درهم، يعني ملي تجي للمعريض وسميتو 250، كاين ديال الخروب تيدير 150 حتى 200، كاين ديال الربيع اللي هو واصل 150 درهم، كاين ديال الزعتر اللي هو واصل 350 درهم. يعني علاش هذا الارتفاع ديال الزعتر وهذا الشيء؟ يعني حتى المنطقه فاش تتحط يعني شي بلاصه اللي هي صعبه، وتنحل اللي ملي تتحطو في ديك البلاصه يعني تيتقام عليك غالي. يعني النحل في الزعتر تيجي ملي تنحطو الخلايا ديال النحل تلقاوها تاني ضعافت، يعني البولين الحبوب اللقاح اللي تتكون في 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 في, في, في هاد الاعشاب ما تتكونش يعني في الجفاف، ويعني تقريبا العسل ديال الزعتر كاين العام الاول، يعني كاين المنطقه ديال اسول ايتهاني، جيت امكون، يعني جيت المناطق ديال 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 الرشيديه وداكشي، ما بعد المناطق دابا ديال سوس الجفاف وداكشي راه ما بقاتش في دوتانان وفهاد تيزين تاست. يعني الا كان شي عام زين ان شاء الله غادي يكون العسل، وتنتمناو من 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 سميتو من الفلاحه حتى هي تعاود تساهم معنا وتعاون هذه الفلاحه، لان القطاع ديال تربيه النحل راه غادي المشكل في الانهيار. يعني حنا كمهنيين تنحاولوا ان شاء الله النحال نوعوهم، حيت بالنسبه للعسل والمهني كان واحد الوقت يعني الطبيعه تتعاونوا بواحد 80% وهو تيخدم 20%، يعني دابا العكس، دابا هو خاصو يخدم ديك 80% ويعرف كيدير النحل وتربيه النحل ويكون خير ان شاء الله. وتنتمناو الزوار ان شاء الله يجيو ويذوقوا العسل ويتعرفوا على العسل. حنا الهدف ديالنا هو باش الناس يتعرفوا على العسل، الزوار نعرفوهم على العسل وكيداير هما باش ما يحتاجوش مازال اللي يوريهم ويعرفوا العسل. بالنسبه لهاد السنه هذه كان شويه مازال الفتره ديال الجفاف كان واحد شويه بالنسبه للنحال، ولكن داركنا الموقف هاد السنه في الاخر ديالها كان شويه الامطار، بعدا بالمنطقه ديال الصويره بعدا طلع النحال والمنتوج بعدا مزيان، والنحل حتى الخلايا دابا راه مزيانين الحمد لله. وتنتسناو هاد الفتره ثاني باش ندخلوا للدغموس، ومن الدغموس ان شاء الله الخروب. وهاد السنه كاين بالنسبه للعسل العام اللي فات كان الخروب، المنتوجات اللي كاينين ديال 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 التعاونيه بالنسبه لهاد السنه، هاد السنوات اللي فاتت كان الزعتر، واحد 3 سنين دابا كنمشيو يعني تعتمد التعاونيه على ترحال ديال النحل من المناطق ديال المغرب على حسب الانواع ديال العسل. والتعاونيه دابا درنا حنا واحد الاتحاد اللي فيه واحد 18 تعاونيه، اتحاد هو اقليمي، بدينا في واحد الوحده ان شاء الله غادي تكمل، يعني باقي لنا غير بالنسبه للونصا باش تخاد، يعني باش هاد 18 تعاونيه اللي هما تيمارسوا تربيه النحل يعني مهنيين، يعني اي واحد راه غير الحرفه ديال النحل فاش خدام. وهاد الوحده ان شاء الله الا يسر الله هي اللي غادي تجمعنا، وغادي تكونوا تكوينات، وغادي يكونوا منتوجات ديال الخلايا، غادي نبداو في التكوينات ان شاء الله بالنسبه لهاد التعاونيات.